كنشكر بدوري رئيس المجلس الاقليمي اللي بعد ما وضعنا بين ايدي ديالو طلب ديال انه يخصص واحد مجموعه ديال القفه في مدينه سوق السبت. الحمد لله خضينا واحد الموافقه مبدئيه. انا من هذا المنبر ديالي كنبغي نشكر السيد رئيس المجلس الاقليمي وجميع الاعضاء ديال المجلس الاقليمي، وكنبغي نشكر بدوري السلطات المحليه هنا ديال مدينه سوق السبت على حسن سير العمليه ديال توسيعات القفه في المدينه. كنبغي نشكر اعوان السلطه، وكنبغي نشكر رجال الامن هنايا، وكنبغي نشكر الاطقم الطبيه ورجال النظافه والوقايه المدنيه والجميع اللي مجندين انهم وقفوا ضد هذا الفيروس. لا اود الشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس الاقليمي واعضاء المجلس الاقليمي على هذه البادره اللي تتعاون معنا في السراء والضراء. ونود نشكره ونقول للساكنه بان المجتمع المدني والسيد رئيس المجلس الاقليمي تيخدم على جميع المجهودات، وشكرا. هذه المبادره هذه جات من بعد واحد جوج اجتماعات عن بعد اللي دارهم كاع الاخوان ديال جمعيه المجتمع المدني ديال سوق السبت، وخرجوا بهذا القرار هذا باش يديروا واحد الطلب للرئيس المجلس الاقليمي اللي ما تيبخلش علينا دائما وتيتعاون معنا وتيتساعد معنا. هذا السيد درنا تقريبا 30 جمعيه، كاشي ديال 30 جمعيه، عطينا الطلب للسيد رئيس المجلس الاقليمي جاوب معنا، جاوبنا دابا مبدئيا، وغادي تكون هذا الطلب فيه تحت اشراف السلطه المحليه، ماشي هذه الحصه اللي غادي تجي غادي تكون من نصيب ديال الجمعيات ولا الجمعيات اللي غادي يشرفوا عليها. بطبيعه الحال السلطه المحليه هي اللي غادي تشرف عليها، كيف ما غادي بالخدمه ديالها ديال القفاف ديال المجلس البلدي وديال المجلس الجهه وديال المحسنين، هذا الشيء اللي غادي يجي ان شاء الله من المجلس الاقليمي حتى هو غادي يكون نفس الخدمه. وتن من المنبر هذا نشكروا السلطات المحليه والسلطات الامنيه والقوات المساعده الوقايه المدنيه اعوان السلطه اللي تيديروا واحد الدور كبير في هذه الايام هذه. وتحيه للسيد باشا مدينه سوق السبت اللي متحكم في الامور صراحه، تنظيم ديال القفاف بالنسبه للحظر التجوال. اليوم واحده من البادرات اللي خاد فيها المجتمع المدني ديال مدينه سوق السبت، واللي عود الساكنه على مجموعه ديال المبادرات اللي كتقيس يعني الشان الخاص ديال المواطن خاصه في الشق الاجتماعي. مبادره ديال مطالبه المجلس الاقليمي يعني بالتدخل من اجل يعني المساهمه في المجهودات اللي كنبذلوها جميع رفقه السلطات المحليه والمجلس الجماعي والمجلس الجهه، يعني من اجل تعميم القفه ديال المساعدات الغذائيه اللي كيتلقاوها المواطنين. تلقينا يعني اجابه يعني موافقه مبدئيه من طرف رئيس المجلس الاقليمي، وهذا ماشي غريب عليه لان عودنا دائما على انه دائم الانصات لمشاكل ديال المواطنين ودائم التفاعل مع قضايانا خاصه القضايا المتعلقه يعني بمدينه سوق السبت. من هذا المنبر كنبغي نحيي كذلك السيد رئيس المجلس الاقليمي وكذلك اعضاء المجلس الاقليمي على هذه المبادره الطيبه منهم وهذه الاستجابه السريعه كما قالوا الاخوه لهذا المطلب هذا. وهذا المطلب كيف ما قلنا جاء نتيجه ديال واحد مجموعه ديال الاجتماعات اللي داروا بين الاخوان عبر الواتساب، يعني بين معظم الفاعلين الجمعويين بالمدينه ديال سوق السبت، يعني يوميا اتصالات يوميا اجتماعات عبر الواتساب. فخرجنا بهذه الفكره نظرا لان سوق السبت كتبان لنا فيها الهشاشه والفقر، ولكن الكميه ديال القفاف اللي كاينه رغم المجهودات ديال المجلس المحلي حتى هو رقم مجهودات مجلس الجماعه ديال سوق السبت، رغم ان واحد المجموعه جات من الجهه، اي لان تيبان لنا بان الساكنه كثيره بالمقارنه مع العدد القفاف، يعني ولا خاصنا بوادر اخرى اننا نمشيو نبحثوا نقلبوا على موارد باش نجيبوا سوق السبت باش ممكن على الاقل نغطيو في واحد النسبه اللي تكون كبيره. يعني المجتمع المدني من هذا الباب راه حارس كل الحرص على هذه المساله ان شاء الله، هذه الموارد وباقي ندقوا ببان اخرين، وكل بادره جات الا وكتدز عن طريق السلطات هي المكلفه بالتوزيع. والاخوان كلهم عندهم كامل الثقه في السيد باشا المدينه والقياد واعوان السلطه، رغم ان كاين اكراهات، كاين البعض تيقول لك هذا استافد انا ما استافد الجاري استافد هو وخو ولا كذا، كاين اكراهات كاين بعض المشاكل، ولكن الله يحسن العون لان بحكم كما قالوا الاخوان واحد العدد قليل اللي كيتفرق في النهار. حنا مع الاستدامه يعني كل نهار شويه كل نهار شويه كما تنقولوا الرخام الدوام تيذوب الرخام، يعني حتى المواطن لازمهم شويه الصبر، والناس اللي ما استافدوش يحاولوا يتواصلوا مع السلطه ديالهم ان شاء الله، راه عاود مازال يسجلهم وتمشي الامور بخير، ونتمنوا الله يقدرنا على هذه البادره ان شاء الله وتبان بوادر اخرى. نوجه تحيه شكر وتقدير للرئيس المجلس الاقليمي وثانيا رئيس مفوضي الشرطه والسيد الباشا، وتحيه شكر وتقدير جميع اعوان السلطه ورجال النظافه. من هذا المنبر بغيت نوصل واحد الميساج دوك الناس اللي كيبقاو يتناقضوا في واحد عون سلطه الناس في حي الياسمين، بان ذاك السيد راه نزيه وراه كيدير خدمته، وراه ما يمكنش انه يلبي طلبات جميع الناس وجميع الساكنه، وداك الشيء بغيت نوصل بان القفاره كتجي من العماله
يعني كل نهار ولا كل يومين كيجي داكشي محدود، مايمكنش انه يلبي كل شيء. ومن هذا المنبر بغيت نوجه للساكنه بان راه الدعم ديال ان شاء الله ديال المجلس الاقليمي غادي يساندنا، وغتكون واحد المجهودات زوينه، وغادي كل شيء غيستافد، غير الانسان خصو يصبر شويه. وراه مايمكنش انه يلبي طلب الدلبو، وبركه من انتقابه لانك السيد داك عاون السلطه بانه راه انسان نزيه وكيخدم خدمته مزيانه وفي المستوى